لا اي اف ام هذه سبورشيك قائمة المنتخب المغربي. شوفوا ساعة الفيديو للإعلان على قائمة المنتخب المغربي. الحقيقة فيديو ياسر حلو، يعني أقمصة لاعبي منتخب المغرب بأسمائهم في مدن مغربية في كامل أنحاء المغرب. الحقيقة فيديو ما نجموش نعديو الفيديو نظرا لحقوق الفيديو، دونك نقرأ لكم القائمة مادام تشوفوا صور من الفيديو. ياسين بونو من الهلال، القجوي الوحدة، بن عبيد فتح الرباطي، عطيت الله الوداد، مزراوي بايرن ميونشن، سايس الشباب، أجرد من ويست هام، يونس عبد الحميد رانس، شادي رياض بيتيس سي في، عبد القادر أكبر ألافيس، حكيمي بي اس جي، محمد شيبي بيراميدز المصري، في وسط الميدان أمرابط مانشستر، وناحي لويم، سليم ملاح فالونس، ريتشاردسون من رانس، العزوزي من بولونيا، الخنوس من جينك، وسابيري من بي اس في. في الهجوم زياش غالاتا سراي، سيري سيفي، الكعبي اولمبياكوس، تيسودالي لاغونتواز، امين عدلي باير ليفركوزن، امين حارث لوام، سفيان بوفال الريان، يعود سفيان بوفال لقائمه المنتخب المغربي، وعز الدين العبدي من بيتيس سيفي. تسمع الاوروبيه، الانديه الاوروبيه اللي يلعب فيها منتخب المغرب الملعبيه على اعلى مستوى يا كابتن. اي معناها شو معناها باش تعمل ملاحظه ان شاء الله. اللي هي تفضل. والله نجموا هذوما الاسماء هذوما يشاركوا في اليورو، شاركوش في الكار. شارك في البارح قلت لنا ثلاثة منتخبات يعملوا الدراج هذوما يلعبوا في اليورو. تشوف انت الانديه نتاعهم في اعلى مستوى. عندهم لاعبين محليين. يا ودي شكرا يا ودي على لوساتور دو كلوب، لا 11 رونترون دي بروفيسيونيل. عطيت الله رونترون في الوداد يلعب على الجهه اليسرى، راهو رونترون ملاعبي كابتن. ودي شو خويا صح عليهم هما والجزائريين، فهمتي ولا عندهم قاعده تاع ملاعبيه معناها بزير، عندهم ان في في اكستراوردينير مزال كابتن، عندهم اكاديميه بقى واجدي خويا تو برا راهو تتعدى على الاصناف العمريه، تتعدى مو سيزون 17 ans 18 ans بعد اسبوار وبعد سينيور، اما باش نحط طول انا ما عنديش اسمه انا الملاعبي تاع برشلونه ذاك كان عندنا تو نقول لك ما يلعبش مع هذا اسمه المغرب كابتن. المغربي عاد اسمه شكون تحكي؟ تاع برشلونه ما عادش خرج يامال، تحكي لي زلزولي لا لا خرج وساسونا زميل عيطوا له يامال. كان عندنا مش خاص، كان عندنا واحد في تونس اسمه كيما كيكا كابتن. تعرف كابتن قلت حاجه مهمه انت توا اللي هي سبب المشكله بالكره في تونس، اللي انت قلت ما تنجمش تجيب ان جوار ديريكتومون سينيور يتعدى بليكادي والجونيور اولمبيك. تعرف المشكله في تونس شنو اللي هي تبدا من غادي؟ مشكله انتقاء اللاعبين. شكون؟ شكون؟ راهو احنا اذا كان عندنا من ينتقي من؟ تعرف المشكله في لي كلوب، تبدا من لي كلوب حتى تمشي كيت ناسيونال. اجرام كبير في الكلوب، اجرام. لي كريتير لا ديتيكسيون تاع الديتيكسيون شكون؟ تو سامحني مع احتراماتي اللاعبين الكل، برشا راهو يلعبوا في الانديه في تونس ماهمش هما اللي كارهم يلعبوا. وريت هالقائمه هذه قائمه منتخب المغرب، يغيب عنها عبد الرزاق حمد الله كابتن، من افضل اللاعبين في الدوري. عادي 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 ويسجل ديما عبد الرزاق اللي موجودين خدمة. نقول لك حاجه راهو فما ما يمشيوش بالاسماء، ربي المغرب عطاه، راهو فما اسماء تتعدى هنا بيرسي يصلح لنا كابتن حمد الله. نحن في المنتخب يصلح لنا حمد الله، ولا عبد الرزاق حمد الله في المنتخب. خلينا باحترام بلادي كابتن، بلادي البارح ما قلت لنا اللي ما يسالش ما يسالش يجيب لنا شو اسمه حمد الله. حمد الله وسليمان. شكرا لك كاب. الصور لمقر اقامه المنتخبات في بوكيل، هنا وين كان منتخب الجزائر مفروض يسكن في القرية الإفريقية في مقر إقامة المنتخبات، لكن منتخب الجزائر وجمال بالماضي ووليد سادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فضلوا أنهم ينقلوا ياخذوا أوتيل، وحتى الأوتيل راه مش لك الكل، معناها كان عندنا صور نجموا نشوفوا صور النزل والأوتيل اللي اختاروا الجزائر، والجزائر عملوا تغييرات على النزل، تفاهموا مع إدارة النزل وبطبيعة سبقوا لهم فلوس كابتن لإحداث تغييرات تليق ببعثة منتخب الجزائر. كان عندنا صور زاد النزلة والنزلة هذا أوتيل جوستاد اسمه في بواكي قرب الملعب، ديجا خير خير من خير من الفيلاج اللي كنا نشوفوا فيه اللي يشبه نوعا ما مساكن اجتماعية رديئة هكا ولا وجدي.
عجبتني مساكن اجتماعيه والله تقولش عليها كان مساكن اجتماعيه نتاع كوت ديفوار دي جوار دو نيفو يلعبوا في دي جران كلوب طبعا المساكن الاجتماعيه بون يلعبوا في دي جران كلوب دي جران جوار الحقيقه عندهم ستانديك معين فما ستانديك معين فما ليفل معين ما يلزموش يتيحوا عليه جو بريفير ديما ان اوتيل كيما هكا بلوز موا بون حتى الحاله نتاعو ماهيش مش تاكلكل لا اما خير فما لي روبير لي روبير في 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 اوتيل ديما خير من اللي كنا نشوف فيه الحقيقه معنا فما على الاقل سيرتينمون شوف لي ديتاي هذوما صغار الماكله والطباخ والماكله واللي تراديسيون نتاع كل منتخب وكل بلد موجوده سيرتينمون مش كنا معاها معناها شيء ما يتبدل ريان كول الانفراستركتور الحقيقه الراحه والنوم وكل شيء جو بريفير يكونوا في بلاصه هكا خير. عندك تعليق كابتن؟ التعليق شو التعليق معناها ما عندناش المباراه دي شو نمشيو غاديك هكا نحن لا نحن في في مقر اقامه المنتخبات المخصصه ايش قلت لك معناها مش احنا ما عندناش معناها انت المغرب والجزائر عندهم الفلوس دونك خذوا وتلا كابتن باستثناء المغرب والجزائر والكوت ديفوار الكل مشي بتواني السنغال وين مش تمشي ما نعرفش كابتن تو بعد نشوفوا السنغال ما عنديش فكره اذا ماني معناها هذو بيقول لك اسمع مش يقبل الوحده هذي واحد يسكت يقول دي لا فيريتي دونك معناها احنا ماشيين في 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 مهمه مهمه وطنيه اكثر ولا اقل هذاك يقعد باقي مفيد هو يوم المباراه وكا صحيح مدلين ومتعودين بالساكيتوال ومتعودين كذا ولكن كاستيفا فاصل باش نحكيو على قائمه المنتخب الوطني التونسي وتصريحات